بيفا لما شافوا الفيلم قال لا ده best actor category ده مش newcomer. لما شفت الانونسمنت لقيت انتوني هوبكنز لايك هو في بن شارك المخرج والكاتب قال لي ان شركه موبي وفيلم 4 وبي اف اي مرشحينك للبافتا بريك ثرو بريتس. انا قلت اكيد يعني انت بتحلم يعني بس النقاد شافوا الفيلم ونقوني واحد من الخمس افضل ممثلين في بريطانيا ان انا اصلا اكون بطل في فيلم بريطاني واقدر اجيبه هنا في مصر والناس يتفرجوا عليه. ده كان كفايه بالنسبه لي. دخل كان وتيف وكسب جوائز في سان سيباستيان وبعدين فوق ده ان نجيب البيفا والبافتا ويكسب جوائز في القاهره. كون ان اصلا ابقى اسمي يبقى جنب انتوني هوبكنز فور ذا بيست اكتر نومينيشن خلاص ام جود. انا بقالي 12 سنه بمثل وبره من سنه 2013 قابلت صعوبات كتير جدا عشان اوصل عشان اخش الاوضه الكاستنج ده. انا مش لازم ابقى احسن واحد في الاوضه, لازم ابقى احسن واحد في even in America وكل ده عشان بس they even consider me عشان حتى يقولوا ممكن بس هو شكل خلاص. طب نشوف. بعد ما عملت مسلسل ذا ستيت الكاستنج كلموني وقالوا لي ما ينفعش تقول لاي حد بس تحب تعمل فيلم ستار وورز. قلت له طب عشان كده وانا مشغول ولا لا في الاسبوع ده هو امتى تاني؟ قلت له لا اتجننت طبعا. قلت مش مصدق نفسي. قلت لي جي جي ابرامز شاف شغلك وقال تمام يعني انت عايزينك لدور اسمه كوماندر تراك. انا هبعت كونتراكت فيك باسم تاني لوكيل اعمالك عشان ممنوع اي حد يعرف. قعدت يعني 7-8 شهور ما قدرش اقول لاي حد ان انا صورت الفيلم ده. ولو عايز تقرا السكريبت لازم تخش اوضه فيها سكيورتي بيتفرجوا عليك لغايه ما تخلص وكمان لازم تحفظ يوميها عشان حصل من 3 سنين أو 4 سنين كان في ممثل خده معاه الاوتيل واتسرب. لما دخلت بقى الشيب الباتل شيب بقى وقلت بقى I was like a little kid. كنت عامل زي واحد عنده 5 سنين فانا كنت بدوس على كل زر. طب الزر ده بيعمل ايه؟ الزر ده هو ده حقيقي؟ طب وفين شباكة؟ شباكة فين؟ يعني جالي مسلسل ودور بطوله نتفليكس سيريز السنه الجايه مسلسل اسمه ذا وان. اتمنى ان ده ممكن يفتح ابواب لناس تانيين زيي, ممكن يبقى في فرص تانيه لينا كلنا. الواحد اللي فعلا حابب الشغلانه دي هيتعب فيه وهيعرف ان من كل 10 نوز هيبقى في 1 يس. It's for you.